تلفظ ماكينات البنوك 200 دولار أو 20,000 من العملة المحلية المسمى أفغاني، هي كل ما يستطيع المواطن سحبه من مدخراته أسبوعيا. عليها يعتمد الكثير من المواطنين في معيشتهم بعد أن فقدوا وظائفهم أو توقفت رواتبهم. لدي عائلة ومصاريف كثيرة، ولا يسمح لنا إلا بقدر محدد من المال أسبوعيا. فقدت عملي والآن أستنزف بعض مدخراتي ولا أعرف بعدها كيف سأعيش. يخيم ارتفاع الأسعار على أسواق أفغانستان بتضخم بلغ نحو 40%، شمل الأغذية والمحروقات وغيرها. تضخم يفرغ جيوب المواطنين ويدفع بالكثيرين إلى حافة الفقر. لكن ما يخفف وطأته هو استقرار أوضاع هذا السوق، سوق الصرافين، حيث العملة المحلية تدور بين الأيدي وعلى الألسن. دولار واحد يساوي 88 أفغاني، انخفاض طفيف في سعر صرف العملة المحلية رغم التبدلات السياسية والاقتصادية الهائلة خلال الأشهر الأخيرة، ورغم غياب الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي وتجميدها في البنوك الغربية. استقرار سعر الصرف رغم اضطرابات المرحلة يطرح عدة تساؤلات. فالعملة المحلية لا تزال متماسكة في ظل وضع سياسي معقد وتحديات تحيق بالاقتصاد. حين تكون العملة الأفغانية قليلة في السوق يصبح سعرها جيدا أمام الدولار. العملية برمتها خاضعة لمبدأ العرض والطلب. يعاني الاقتصاد الأفغاني من مشاكل بنيوية قديمة. ثلث سكان البلاد يعيشون بأقل من دولارين يوميا، والمستقبل يبدو غامضا. في ظل نقص السيولة مع 9 مليارات دولار من العملة الصعبة مجمدة في بنوك أجنبية وعدم اعتراف دولي بالحكومة الجديدة، يعيد بعض الثقة إلى الاقتصاد المتردي. سلمان النجار، العربي، كابو.